بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أبناء طلاب الصف الثالث المتوسط، أهلا ومرحبا بكم. ومع الآية 11 والثانية عشر من سورة الحجرات، نستمع الآن إلى الآيتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بعد أن استمعنا الآيتين التي يعرض فيهم الله سبحانه وتعالى نداءه الخاص بالمؤمنين بأن نتسم جميعا ببعض الآداب والسلوكيات التي لابد أن تكون بيننا، نداء خاص بالمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. هنا يا شباب لا يسخر بمعنى لا يهزأ ولا يستهزئ أحدنا بأحد. قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، أيضا كذلك النساء: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. يبقى هنا نهي من الله سبحانه وتعالى نهانا عن السخرية والاستهزاء بالآخرين، أيضا ولا تلمزوا أنفسكم بمعنى لا تعيبوا بعضكم بعضا، لا يعيب بعضنا بعضا، لأن ذلك كله يورث الكراهية والضغينة في قلوبنا. أيضا نهي آخر: ولا تنابزوا بالألقاب، بمعنى لا يسمي بعضنا بعضا أحدا بما يكره، لا يسمي بعضكم بعضا بما يكره، كأن تقول يا فلان يا قصير يا كذا يا كذا، فهذه ألفاظ بديعة نهانا الإسلام عن أن ننادي بعضنا بعضا بها. وذلك بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس بمعنى ساء، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من لم يتب عن فعل هذه الأشياء، سواء عن السخرية من الآخرين أو عن الاستهزاء بهم أو عن أن ينادي بعضنا بعضا بما يكره أو نسميه بما يكره، من لم يتب أو يباغت إلى ويسارع بالتوبة فأولئك هم الظالمون، هم الذين ظلموا أنفسهم دنيا وآخرة. أيضا في الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، نداء خاص بالمؤمنين، بالاجتناب بمعنى البعد، اجتنبوا كثيرا من الظن، البعد عن سوء الظن بالآخرين، اجتنبوا كثيرا من الظن أي ابتعدوا. الظن بمعنى التهمة والتخون بغير دليل، إن بعض الظن إثم، دائما الظن لا يأتي بخير لأنه تهمة لغيرك بغير دليل. أيضا ولا تجسسوا، تجسسوا بمعنى لا يتبع أو لا يتبع بعضكم عورة بعض، فكلك عورات، ولذلك يجب علينا ألا نتبع عورات الآخرين. ولا تجسسوا ولا يغتب، الغيبة يا شباب حتى من اسمها كده، الغيبة معنى ذكرك أخاك بما يكره في غيبته لغير مصلحة شرعية، لا تذكر أخاك إطلاقا في غيابه أو في غيبته، لأن ذلك يضر بك ويضر بالآخرين أيضا. أيضا إن واتقوا الله إن الله تواب رحيم، الله سبحانه وتعالى تواب إيه؟ تواب تواب رحيم بعباده. ننتقل للفوائد من هاتين الآيتين. أولا النهي عن السخرية من الناس والتعدي عليهم بالاستهزاء أو السخرية وما إلى ذلك. أيضا النهي عن التفاخر بالأحساب والأنساب، وكذلك النهي عن اللمز والتنابذ بالألقاب. ننتقل إلى فكر، فكروا معي يا شباب، لماذا نهى الله سبحانه وتعالى عن السخرية؟
بالمسلم، لماذا نهانا عن ذلك؟ أحسنتم، لأنه قد يكون إيه؟ لأنه قد يكون من تسخر منه خير منك عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك يجب علينا ألا نسخر من الآخرين. أيضا نفكر مرة أخرى، اذكر بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم. لو سألتك الآن يا بطل، اذكر بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم، ما هي هذه الحقوق؟ يبقى أحسنتم، الحب في الله. تعلمون يا شباب أن الصحبة الصالحة أو الصحبة الطيبة لابد أن تبرأ من الأغراض وأن تكون لوجه الله سبحانه وتعالى، بمعنى الحب في الله وصفاء القلب من الحقد والغل والضغينة والكراهية وما إلى ذلك. أيضا إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى والنصح بأسلوب المناسب وما إلى ذلك. يبقى من الفوائد التي اشتملت عليها هاتين الآيتين، أولا النهي عن التجسس والغيبة، أحسنتم. ثانيا النهي عن سوء الظن، أحسنتم، بالآخرين. ننتقل الآن يا أبطال إلى التقويم. بين معاني الكلمات الآتية، بين معاني الكلمات الآتية. ها، ولا تلمزوا، أحسنتم يا أبطال. تلمزوا معناه لا تعيبوا بعضكم بعضا. بئس، قلنا بئس عكسها نعمة. ما المقصود ببئس؟ أحسنتم، بئس معناه بئس بمعنى ساء، ساء اسمه. طب ما الغيبة؟ السؤال الثاني يا أبطال، ما المقصود بالغيبة؟ أحسنت، هي ذكر العبد أخاه بما يكره في الغياب من وراء ظهره. السؤال الثالث، ما المقصود بالتنابز بالألقاب وما حكمه في الإسلام؟ التنابز بمعنى نعت الشخص أو وصف الشخص أو نداءه بصفة أو لقب أو اسم يكرهه. شو نعتك أو وصفك أو نداءك أو لأي شخص بصفة أو لقب أو اسم يكرهه أو تحقيره أو الاستهزاء به أو السخرية منه وما نحو ذلك. أحسنتم. السؤال الرابع، ما المقصود أو ما التجسس ولما نهى الإسلام عنه؟ التجسس هو البحث عن عورات المسلمين ومعايبهم. لماذا نهى الإسلام أو لما نهى الإسلام عنه؟ أحسنتم، لأنه بالفعل فيه أذى بالفعل فيه المجتمع بصفة عامة، ويؤدي لانتشار البغضاء والعداوة وما إلى ذلك. ننتقل إلى السؤال الخامس يا شباب، استنتج معي ثلاث فوائد من درس اليوم. يلا أبطال، ثلاث فوائد. يا أيها الذين آمنوا، ها، واحد، ها، أحسنتم، النهي عن السخرية من الناس والتعدي عليهم والاستهزاء بهم. ثانيا النهي عن ظن السوء بين المسلمين، أحسنت، والنهي عن التفاخر بالأنساب واللمز والتنابز بالألقاب. كل هذه أشياء أو يا شباب، كل هذه أشياء بالفعل هي أشياء محرمة نهى الإسلام عنها تماما. لابد أن يتصف الإنسان المسلم بالسلوكيات الحسنة، بمكارم الأخلاق التي تجعل بالفعل تجعل الألفة، تجعل المجتمع تنتشر فيه الألفة والمودة والمحبة وما إلى ذلك. وبذلك نكون قد انتهينا من درس اليوم هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.